العيد الثقافية والرزنامة الثقافية متاعنا لليوم يحملنا معاكم فيها سامي النويسر لبعض المهرجانات وقاعات السينما. معك انت سامي، مرحبا. مرحبا بك فاطمة، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين يتفرجوا فينا كالعادة. هذا وقاية الرزنامة الثقافية، نحكيو على مجموعة من الأخبار الثقافية، نحكيو على العروض الحاجات اللي تنجموا تواكبوها اليوم. باش نبدا بالأكتوبر الموسيقي، الأكتوبر الموسيكال في أكروبوليوم اليوم كارتاج، الدورة 23 اللي تنطلق نهار 12 وتواصل حتى نهار 31 أكتوبر. الدورة هذه تنطلق الجمعة هذه وفيها 16 عرض. باش نعطيكم فكرة على العروض اللي موجودة الجمعة كاملة. دونك نبداو بنهار الخميس 12 أكتوبر، نلقاو عرض موسيقي اسمه الموسيقى تقدم سينما، تتحدث سينما، هو عرض تونسي. نهار الجمعة 13 أكتوبر نلقاو عرض النور عيادي اللي هي عازفة بيانو، ونهار السبت 14 أكتوبر نلقاو عرض متنوع من روسيا المجموعة من العازفين، ونهار الأحد 15 أكتوبر نلقاو عرض يجينا من الأرجنتين، عرض العازف بيانو لوي غوغي. هذه العروض تخص الجمعة هذه، والجمعة الجاية إن شاء الله نحكيو على الأكتوبر الموسيقي ونعطيكم عروض الجمعة كاملة. أكيد، وباش نتابعوها زادة لازمنا نمشيو نصوروهم باش نعرفوا أكثر تفاصيل المسرحيين والسينمائيين وأيضا الناس الفاعلين في العروض الموسيقية يكونوا حاضرين، ناخذوا أكثر سكوبات معهم. صحيح. اليوم فاطمة زادة نجموا نواكبوا الدورة الثانية لمهرجان الفيلم القصير بالكافي اللي كان بدا نهار 7 أكتوبر ومازال متواصل حتى النهار 14 أكتوبر، وشاركوا فيه 20 فيلم من تونس، من زاير، من المغرب ومن مصر. تونس ممثلة في الدورة هذه ب10 أفلام، وفي مجموعة من الجوائز اللي هما جائزة لجنة التحكيم، جائزة الجمهور، وجائزة جمعية فنون للسينما والمسرح. المهرجان يصير في الفضائيات الثقافية الكل الموجودة في الكيف فاطمة وفي دور الثقافة، في برشا معتمديات من الكيف، منهم الدهماني، سيرس، تاجروين، وفيه ورشات كتابة سيناريو، تصوير فوتوغرافي، من وفيه زادة ورشات إنتاج ومضات تحسيسية، وفيه زادة عروض موسيقية. هذا كل نجم نطلبوه اليوم وحتى للنهار 14 أكتوبر في الكيف في مدينة الكيف، وفي بعض معتمديات مدينة الكيف. نمشيو نحكيو على الدورة 12 لمهرجان دوز العربي للفن الرابع اللي باش تنطلق نهار الأربعاء 11 أكتوبر، تتواصل حتى لنهار 15 أكتوبر. قاعدين نشوفوا في اللافيش بتاع المهرجان هذا مع بعضنا، فيه مجموعة من العروض المسرحية الموجهة للكهول، موجهة للأطفال، وفي مجموعة من الورشات التدريبية في المسرح، والدورة الحالية هي دورة المرحوم محمد العيدي بالغيث. نحكيو توا على فوز الروائي التونسي من مناعي بجائزة القارات الخمس لسنة 2017 اللي تسندها لجنة التحكيم بعد اجتماعها، هي تسندها المنظمة الدولية الفرنكوفونية. الرواية هذه فاطمة تحكي على مربي نحل كيفاش يقوم بالدفاع على النحل نتاعو من سرب دبابير عدائية، والرواية هذه هي الرواية الثالثة في رصيد الكاتب التونسي من المناعي اللي عمره 37 سنة وهو مقيم بالخارج. باش نخدم بالسينما فاطمة، وين باش تهزنا؟ نختم بالسينما، باش نهزكم لقاعة البارناس في تونس العاصمة. العروض نجم تواكبوها اليوم، فيلم حدث، فيلم لوكير كونفيدون، ذا نايل هيلتون انسيدنت اليوم الماضي ساعة، لما 3 غير 4 و 6 نتاع العشية في قاعة سينما لو بارناس. الفيلم هذايا طارق صالح ويدوم ساعة و50 دقيقة، تجم تواكبوه اليوم، نذكر بالمواعيد، الماضي ساعة ما 3 غير 4 و 6 نتاع العشية. بالخبر هذا نختموا الرزنامة الثقافية. شكرا لك سامي نويسر، نتلاقاو إن شاء الله في مواعيد لاحقة. جيب حدنا غدوة كالعادة في المواعيد الثقافية، نواصلوا معكم، نخليكم مع الموضة واللباس مع منى. مواصلين فقرات برنامجنا وما تحضر معنا خولة بالرمضان وكالعادة في فقرة الموضة، باش نحكي لكم على الحاجات اللي تنجموا تلبسوها اللي باش تكونوا إن في اللباس نتاعكم، خاصة بالنسبة لخريف وشتاء 2017-2018. صباح النور خولة. مرحبا. صباح الخير منى. اليوم موضوعنا باش يكون على كيفاش نجموا نلبسوا احنا عندنا مثلا ديزامبيرفيكسيون كان نجموا نقولوا في الـ في الـ في معناتها في الهيئة نتاعنا والا في بدنيا، كيفاش نجمو نلبسو حاجات بارزه اكثر من غيرها، كيفاش نجمو نلبسو سولون المورفولوجي نتاعنا، شنو الحاجات اللي نجمو نخبيوهم، شنو اللي لازمنا نخبيو، وشنو الحاجات اللي لازمنا اون فالور. اليوم باش نحكيو على لا مورفولوجي او اللي كيما سونون لانديك هي المراه
المدوره المورفولوجي نتاعها كيما فورم دو او اللي تكون مليانه بلحمتها، يكونوا عندها الكتف مليانين، عندها لي اونش عراض، البواترين جينيروز، وعندها الكرش. شنو اللي ما لازمش تلبسوا المراه هذه اللي عندها المورفولوجي هذيا؟ ما لازمهاش تلبس البلوزون القصيره اللي تكون قبل لي اونش نتاعها، ما تحطش اون فالور بدنها وتزيد تبين لي اونش اللي عندها. ما تنجمش المراه اللي بصحتها ما تنجمش تلبس لي سروال تاي باس، لي بونتالون تاي باس، ما تنجمش تلبس لي ميني جوب، لي كروب توب، لي بودي المريول القصار، القماشات اللي تلمع اليميني، لي ماتيير ستريتش، الحوايج المولونت، هذوما ايفيتي ما تنجمش تلبسهم لا فام اللي عندها لا مورفولوجي. او لي زامبريمي انيمال زيدا ما يلزمهاش تلبسوا المراه اللي تكون بصحتها تكون روند. دونك شنو اللي تنجم تلبسوا؟ البنطلون تنجم تلبس دي بونتالون تاي اوت، السراول تاي اوت، ولا تاي نتاعهم عاديه عاديه، مش تاي باس، لي ماتيير نتاعها تكون فلويد باغ اكزومبل. كان طويله تنجم تلبس سروال طويل كيما نراو لهنا، هذايا بونتالون تاي اوت فلويد طويله، تنجم تلبس السروال الطويل، وكان اقصر شويه تقصر شويه في السروال، معناها يمشي شويه الشوفي بونتال شوفي كيما لهنا راهو في هذه اقصر شويه، دونك لبس البنطلون اقصر شويه حتى كشي للشوفي. بالنسبه للي فيست، لي فيست نلبسو كيما راهو في التصويره هذيا بونتالون تاي اوت، والفيست تكون اطول شويه طويل حتى تشيل الانش، لازمها تكون تفوت شويه الانش باش تخبي الانش هذوك العرض. بالنسبه كيما راهو لهنا دي فيست حتى كشي يفوتوا الانش شويه، والا لو مونتو اللي راهو في الوسط في التصويره هذيا يسموها مونتو الفورم امبير اللي يكون اجستي حتى كشي للبواترين ومن هنا يتحل يولي ايفازي. بالنسبه للي غوب ولي جوب la longueur ça dépend من الجنو نتاعنا، من الركيب نتاعك، كاين ركيبك سمين ومدورين ما تلبسش قصير تلبس تحت الركبه، كاين ركيب مش سمين tu peux te permettre تلبس فوق الركبه بشويه كيما نراو في التصويره هذيا. نعم شوفوا الربه هذيا تحت الركبه خاطر بوغ كاشي لي جنو اللي يكونوا رون. بالنسبه للي موديل نتاع لي روب عندنا هذيا سي لا فورم امبير تمشي ياسر مع النساء اللي فورم نتاعهم مورفولوجي نتاعهم او كيما قلت اللي هي تكون اجستي حتى كشي لتحت البواترين، من تحت البواترين تولي ايفازي باش تغطي لي اونش اللي عراض و المي اون فالور بلوتو البواترين. نعم شكرا لك خوله، يعطيك الصحه على حضورك معنا على المعلومات اللي قدمتها لنا، وان شاء الله تكون حاضره معنا مره اخرى في برنامجنا. احنا تو باش نواصلوا مع امال وضيفتها. ضيفتنا الأخيرة في حلقة اليوم هي الفنانة دانا دراغومير من السويد، وهي الحقيقة من رومانيا، كانت موجودة نهار السبت في افتتاح التظاهرة متاع الميني فوت في نابل. Good morning. Good morning. How are you? I'm fine, thank you. I'm happy to receive you on our plateau. And I'm happy that I got to be here. Thank you very much. Thank you for coming. You speak a little bit Arabic. Yes, not your dialect. Yes, شوية لبناني. لبناني. عيبي نعمل حوار باللبناني مالا؟ هلا ما فهمت عليك. أي. Okay. بس عم بفهم عم بحكي شوية لبناني. I propose I will speak in English and you will answer in Lebanese. Or we do it the other way around. تحكي شوية باللبناني، نحب ساعة بين قوسين نشكر عفيف بناني اللي جات معاها من سفارة رومانيا اللي هي نسقت لنا اللقاء الكل باش تكون موجودة بحثنا دانا دراغومير، ومش وحدها ولكن دانا دراغومير ومعها آلة البان فلوت اللي تعزف عليها لأن هي عازفة بان فلوت. I think you are the only female pan flute player. No, I'm going to correct you because I am actually the pioneer of the female pan flute playing. Okay. So I'm the first female professional pan flute player, the first girl who started playing the pan flute in the world, and that's because
because this type of instrument being a Romanian national instrument, a pan flute, there are two types of pan flutes. One that you find in the South America. In Latin America, Latin yeah. Latin America, and then the national instrument of Romania, okay. This type of pan flute. I will translate at the same time, please, if you permit. سألتك لا أنت أو العزف متاع البان فلوت الوحيدة في العالم قالت لي لا أنا أول عزفة بان فلوت مرأة ولكن يبدو أنها تأثر حاليا في مجموعة نسائية تعزف أو تدرب فيهم على العزف على آلة البان فلوت وتقول لي فما زوز أنواع متاع بان فلوت نوع هذا اللي قدامنا اللي هو من رومانيا اللي تعزف عليه دانا دراغومير وفما نوع الاخر اللي يظهر لي اغلبيه التوانسه يعرفوه اللي هو تاع امريكا اللاتينيه على خاطر وقتها كان فما صور متحركه مشهوره وكان فيها عزف البلان فود. There was a comic series of cartoon with a lot of pan flute music. Did they play my music? During my childhood, so. Did they play my music? Were they playing my music? I don't know. I don't remember. ما عادش نتذكر اش كانوا يعزفوا وقتها اما احنا عندنا علاقه شويه في طفولتنا مع البان فلوت خاطر وقتها كان فما صور متحركه فيهم العازف نتاع البان فلوت والعزف نتاع البان فلوت. Actually you are I don't know you are teaching the playing pan flute no. for Romanian girls or no but because I started because I was the beginner and I had such a great success yes. Also in Romania it was a short time because I left very very young the country but because I made it so good and so well all over the world so girls started so popular. To yeah girls started to follow me and from which countries from Romania and then from Europe other countries of Europe but from Sweden also no no not in no. Sweden I mean there are a few okay تقول بسبب النجاح هي في تقديم آلة البان فلوت والعزف نتاعها اللي خلى الآلة نوعا ما خلينا نقول شعبيه مش شعبيه وليت مصنفه في البوب ميوزك فولا فما اقبال من قبل الفتيات على آلة البان فلوت والعزف على آلة البان فلوت هذاك علاش هي قاعده تعلم فيهم وتقول لي اغلبيه البنات هذوما من رومانيا وفما شويه من السويد لانه هي حاصله على الجنسيه السويديه وتعيش في السويد. You are living in Sweden. Yes, of course. Sweden. Yeah, and not only this, but I introduced the pan flute in Sweden. Yes. Pan flute didn't exist in Sweden. People didn't know what pan flute was in Sweden till I came and I established very, very deep Since roots. Since 19? I came to Sweden in 1986, the end of 86, but okay. My big hit was in 1991 when the boys from ABBA wrote a song for me for the pan flute. Yes. It was a musical the score. Famous song of ABBA, Mio Mio. Min, Mio. Yes. Mio My Mio. Yeah, Mio Min Mio. It's in Swedish. Mio, yeah, Mio. Very good. You said it yeah. In Swedish. Yeah. It's in Sweden. I know the group. I know the ABBA and yeah. Their songs, but I don't learn them. I don't actually, sing there them, was a, but I there was a picture, I don't know if you got it, with me and the two guys from ABBA playing, no, the, unfortunately playing the pan flute. Not. Sorry for that. Yeah. تقولي اللي هي عايشة في السويد واللي هي دخلت آلة البان فلوت للسويد من وقت اللي مشيت تقريبا مشيت في منتصف الثمانينات 86 تقريبا ولكن من 91 بدأت تتشهر وبدأت تولي نجمة متاع آلة البان فلوت. One more question, Dana Dragomir. When you was supposed to go in Las Vegas for a contract of 3 years, the authorities in Romania asked you to be their spy. It was a very common thing in those times, and not only in Romania, but I mean it was a thing going in all the other, you know, Eastern Bloc. The Eastern Bloc that they of were using a successful artist, you know, for the purposes, for such purposes. So I was one of them, and well, I knew that. The minute I'm getting out of the country, I'm not going to come back, which happened. You decided like that. Yes, because I was not going to do that. I knew that I was not going to do that. But your parents were suffering. Yes, they had. Yes, they had. So then I had to take care of my folks, my parents, and yes, there was a time that I was struggling, of course, but yeah. I was struggling for many other things. I mean, my career was not on top till I, not you really know, clear. Because I was succeeding so well so many years, and then all of a sudden I came to Sweden and everything was taken away from me, my career, my of course, you know, it's a new world, a new life,
Yeah, so I started from the very scratch. The beginning, and, yeah. Okay. But I succeeded again, I mean. Congratulations. You deserve it. الفاسر فقط في منتصف الثمانينات الاجون نتاعها مدير اعمالها لقى لها كونترات وفي لاس فيغاس وشيت تعزف في لاس فيغاس لمده 3 سنوات ولكن كما هي كانت تنتمي لرومانيا اللي هي من شرق اوروبا الشرقيه وتعرف وقتها كان تشاوسيسكو هو الحاكم في رومانيا والنظام كان نظام شمولي كانت الشيوعيه مسيطره على الجزء الشرقي لأوروبا فكانوا الأنظمة مسكرين وكانوا صعاب شرطوا عليها باش يخليوها يعطيوها الترخيص باش تخرج من رومانيا تمشي لاس فيغاس تعمل جولتها الموسيقية في 3 سنوات وتربح الكونترات الموسيقي نتاعها شرطوا عليها أنها تكون جاسوسة نتاعهم في أمريكا ولكن هي من وقتها كانت مقررة باش تخرج من رومانيا ما تعاودش ترجع لها بالكل وفي المقابل عائلتها بوها وامها خاصة عانوا شوية وبالنسبة لها هي الفترة هذيك الكل كانت فترة مضطربة شوية لأنها يعني بدأت حياتها من أول وجديد خاصة وقت اللي مشيت للسويد بعد ما كانت نجمة كبيرة ومعروفة في رومانيا مشيت للسويد اكتشفت عالم جديد والناس عاودوا اكتشفوها من أول وجديد فكانت مغامرة في مسيرتها المهنية كعازفة للبانفلوت وفي حياتها أيضا. My last question, how was the opening ceremony of Mini Foot Saturday in Nebel? I wish I could talk about this forever because it was so exciting. Really? I mean, what a wonderful, you know, organization and everything. They did it so good, so well, so fast, and the atmosphere was wonderful. And then I realized, you know, talking to people, that I am very popular in Tunis. I didn't know that. Mm-hmm. I know that I was very popular all over the world in the 90s, where my biggest hits were. But people came to me and they said, we're such great fans. And I'm like, where did you hear Tunisian me? People, yeah. Tunisian ones. Said, you know, people said, you know, you are more famous than Tunisian artists here. Mm-hmm. So you have a lot of fans. And we play your music in universities and so on. So I was so happy to hear that because I want to come back. I'm happy for you. So you will really come back come again. Back. Yes, definitely. Really. هي اللي قامت بالافتتاح نتاع الحفل الافتتاحي للميني فوت في نابل نهار السبت اللي فات وتقول اللي هي باش تقعد تحكي على الحدث هذايا في حياتها في مسيرتها لسنوات وسنوات لانها تفاجأت بانها مشهوره الجمهور اللي كان في الملعب في القاعه الرياضيه تابع العرض نتاعها جاوها برشا ناس توانسه سلموا عليها وقالوا لها اللي هي مشهوره واللي هما فان نتاعها معناتها معجبين بها وبالفن نتاعها وبعزفها على اله البان فلوت فهي سعيده برشا اللي جات لتونس والتنظيم كان حسب ما كانت تقول لي كان تنظيم محكم وجيد. You will take the plane in few hours, yeah. Few hours. I'm going two to Stockholm, hours, I yeah. think, or 3 hours. Actually, my daughter, she was just calling and asking, like, okay. When are you coming? So I'm going home. But I'm definitely coming back and I want to bring my daughter here too because I loved it. It was so nice. You will come with her. Yeah, another definitely. Day. I hope. Thank you for coming on our plateau. Thank you. Wish you a safe and a nice flight and see you inshallah. See you soon inshallah. In Tunis. Inshallah. شكرا. بعد شويه هي بعد ساعات قليله باش تاخذ الطياره باش تروح للسويد وبنتها تطلب فيها وتقول لي هي متشوقه انها تجيب بنتها باش تعرفها على تونس قلت لها ان شاء الله تعاود ترجع بحضنا مره اخرى في تونس. You are really very 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 welcome Miss Dana Dragomir from Romania from Sweden. Thank you for having me here. عايشك شكرا مرحبا بك انت شكرا لك على الحضور. هكا نكون ختمنا حلقتنا لليوم من صباح كي تونس نتقابلوا غدوه 10 نتاع الصباح الى اللقاء.